جيد الرجل والمرأة يجلسوا ببداية رمضان يحطوا برنامج للطبخ برمضان، يتفقوا بالأساس أن نحن كم صنف بدنا نحط كل يوم، صنف صنفين ما أكتر من هيك، عارفين حالنا برمضان كل شو حنأكل، بنحط برنامج اقتصادي بالمال، اقتصادي بالطعام بالحجم. ليش أنا المرة من الصبح للظهر والله بالسوق عم بجيب أغراض، بعد الظهر عم تطبخ للمساء وبعد الماء وبعد المغرب وبعد العشاء لا بتصلي ولا بتروح على المسجد ولا بتقدر تصلي، بس هي قاعدة عم بتنظف وتجلي وتركض وتطبخ، وآخر شيء بتأكل لقمتين تو وبتشبع، نص الأكل بينكب.